وينضم إلينا في هذه اللحظات من لندن مراسلنا هناك سامي سهمود. مساء الخير سامي. غوارديولا أنهى إجازته أو ربما مهمته. سامي، ما هي الأصداء بعد عودته إلى مانشستر؟ مساء الخير جهاد. بالتأكيد طبعا معظم الصحف الإنجليزية منذ الحديث عن رغبة ميسي في الانتقال، وهي تتحدث عن أن الوجهة المحتملة لهذا اللاعب ستكون مانشستر سيتي. هناك أحاديث في الصحافة الإنجليزية اليوم عن أن راتب ميسي قد يتجاوز 500 مليون يورو في حال وقع العقد لخمس سنوات. يتضمن هذا العقد وفق ما أوردته الصحف الإنجليزية انتقال ميسي بعد العام 2023 إلى فريق نيويورك سيتي الذي تملكه مجموعة أبو ظبي المالكة لفريق مانشستر سيتي. طبعا الصحف الإنجليزية لا زالت بانتظار تطورات الموقف بالنسبة لميسي وبرشلونة. هل سيخرج بالتراضي بين الطرفين أم سيكون هناك بند يتوجب على مانشستر سيتي دفعه في هذه القضية؟ لكن الحديث بشكل عام أن مانشستر سيتي هي الوجهة الأقرب لانتقال ميسي إلى إنجلترا. طبعا زيارة بيب غوارديولا إلى برشلونة، وهو البرشلوني والكتالوني بطبيعة الحال، ربما ربطت كثيرا بينها الصحف الإنجليزية وبين الحديث عن عودة ميسي أو استجلاب ميسي إلى إنجلترا. لكن حتى اللحظة لا توجد تفاصيل دقيقة أو تفاصيل رسمية لنقل من قبل مانشستر سيتي حول ما إذا كانت المفاوضات او الحديث مع ميسي وفريقه التفاوضي قد بدات تاخذ ابعادا جديه. هذه مساله مهمه جدا تحدثت فيها سامي، عدم التعليق من جانب مانشستر سيتي. مواقع مانشستر سيتي على وسائل التواصل الاجتماعي تعاملت مع الموضوع بنوع من الاثاره ممزوجه بالسخريه من اجل زياده التفاعل مع هذه المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا من حقها وهذا ما حدث فعلا. هذا الصمت من مانشستر سيتي وكذلك من غوارديولا، وهو معني أول بهذه المسألة، هل يؤكد وجود صفقة تدور فعلا بين الطرفين؟ طبعا جهاد لا ننسى ان هذه صفقة ان تمت ربما ستكون الصفقة الاغلى على مستوى العالم. انتقال ميسي وخروجه من برشلونة سيكون خبر مدوي للصحافة الرياضية على مستوى العالم. بالتأكيد ان مانشستر سيتي عودنا في صفقات سابقة ان يلتزم الصمت حتى اتمام الامور من الناحية القانونية ومن الناحية اللوجستية. طبعا لا ننسى ان هناك إشكالية تتعلق بالبند او البند الجزائي الذي يطلبه برشلونة في حال توصلت او تعقدت الامور وطلب من النادي الذي سيشتري ميسي دفع قيمة البند الجزائي الذي يقترب من 700 مليون يورو. إشكالية مانشستر سيتي تتعلق بقواعد اللاعب المالي النظيف. جميعنا يذكر أن النادي خرج لتوه من معركة قضائية مع اليويفا تتعلق بمنعه من اللعب في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي هناك حساسية قانونية في هذا الموضوع بالنسبة لمانشستر سيتي تتطلب منهم في هذه اللحظات الإبقاء على حالة من الكتمان قبل الإعلان عن أي تفاصيل متعلقة بميسي، لأن الموضوع متشعب ولا يرتبط فقط بمانشستر سيتي، الأمر مرتبط بميسي ببرشلونة وبالبند الجزائي. هل ستحل هذه الأمور عن طريق المحكمة أو بالتراضي؟ أعتقد أن مانشستر سيتي ينتظر الحصول على تفاصيل أكثر خلال الأيام المقبلة بعد الاجتماع الذي تتحدث عنه معظم وسائل الإعلام الآن بين والد ميسي وبرشلونة قبل التعليق أو قبل الدخول في مفاوضات جادة مع ميسي والفريق الذي يتفاوض بالنيابة عنه.